بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، ينطلق هذا الشوط الرابع عشر ضمن تحديات أرضية هذا الميدان. مشاهدين الأعزاء، ينطلق بحضراتكم إلى مقدمة الشوط والمركز الأول في هذه اللحظات. طبعا الشوط خاص بالقعدان، اللقاية الأربعة كيلومترات، وناخذ مقدمة الشوط والمركز الأول مياس للسيد جابر بن ربيع بن مخيزيم المري في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني مكلف لسعيد بن محماس الشيب المري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث متعب لحميد بن راشد بن غالب المنصوري، بينما المركز الرابع اللي وصل في هذه اللحظات شاهين لسلطان بن سند الهاجري في هذه اللحظات. وفي المركز الخامس ناخذ النداء، وشاهين تعود ملكيته لهزاع بن حمد مشريده المري المنطلق مع المركز الخامس في خامس النداء وخامس المراكز المداعى المصرح لهن بالنداء. مشاهدينا الاعزاء، نذكر بصاحبه افضل توقيت شجون لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، صاحبه الشوط التاسع 6 دقائق و5 ثواني و42 جزءا من الثانيه. تهانينا لضيوفنا الاعزاء بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، وتهانيه خاصه للمضمر سعود بن الوحوش على هذا الناموس ألا مستغرب من هذا المضمر الماهر والعملاق. مشاهدينا الاعزاء، نعود الى شوطنا ضمن تحديات اللقايه. ومتعب في مقدمه الشوط. تعود ملكيته لحميد بن راشد بن غالب المنصوري من دوله الامارات العربيه المتحده هناك من الغربيه بالتحديد، يبدو ان من الغربيه بشعار المنصوري. بينما المركز الثاني مياس جابر بن ربيع بن مخيزيم المري، هذا من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. يا سلام، هنا في ارضيه الميدان يشارك هنا بين اخوان المركز الثالث مكلف سعيد بن محماس الشيب المري، المركز الثالث ومركز الرابع. المركز الرابع شاهين للسلطان بن سند الهاجري المنطلق والباحث عن الفوز. سلطان بن سند الهاجري في المركز الثالث والمركز الرابع. شوف اللي قادم شعار الذيب اللي فاز بافضل توقيت في الفتره الصباحيه في يوم الامس. شعار الاحمر الخطير الذي يحمل لنا دائما النجوم. هنا سعيد بن محمد الصومالي المنطلق والباحث عن الفوز. المركز الخامس، شوف يلي بتشوف امسحام مسفر بن مبارك بمسفر الشهواني. 1200 يا مضمرين الاعزاء، 1200 يا مضمرين الكرام في مقدمه الشوط. وسراب اللي يتسرب من عمق الميدان، سعيد محمد سعيد الصومالي مشاهدينا الاعزاء في انطلاقته، اللي فاز بنقطه في يوم الامس مع الذيب في هذه اللحظات المركز الثاني، اللي وصل بصيحان مسفر بن مبارك بمسفر الشهواني اللي قادم. الله يا الشهواني، الشهواني قادم في هذه اللحظات مع مصيحان وصيحات الجماهير والمحبين مع الشهواني. مسفر بن مبارك بمسفر الشهواني، اهل ام العظام قادمين وباحثين عن الفوز دائما مع انطلاقه مصيحان. المركز الثاني وصل سراب سعيد بن محمد الصومالي، مركز الثالث اللي يتابعه صخر لافي بن حبيب بن فرج الحسيني قادم في هذه اللحظات في المركز الثالث، ولكن يبدو ان الناموس مع الشهواني، يبدو ان الناموس مع الشهواني في صباح هذا اليوم مع مصيحان وانطلاقه مصيحان. مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني اللي فاز بهذا الشوط، والسلام الى ام العظام العصقوس. لم يتحرك الآلي والآلي محنط مع انطلاقة مصيحان، يعني الدفع تلقائي، وله العديد من النقاط وله العديد من السبقات وله العديد من الناموس في هذا الموسم. وفي شعار المرعب، هذا شعار المرعب
مسفر بن مبارك ومسفر الشهواني المنطلق تهارينا والناموس المركز الثاني، سراب لزعيم محمد السومالي المركز الثالث، لافي بن حبيب بن فرج الحسين المركز الرابع، علي بن مانع بن دواس العجمي، وفي المركز الخامس شعار بن حبيشه النابت اللي هو رعد لعبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت. تهانينا والناموس لمسفر بن مبارك ومسفر الشهواني على هذا الفوز. ناخذ التوقيت الزمني في هذه اللحظات، 6 دقائق و11 ثانية، 88 جزء من الثانية. المركز الثاني سراب للسيد سعيد محمد الصومالي، توقيته الزمني لحظة الوصول 6 دقائق 15 ثانية، 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث لافي بن حبيب الحسيني الشمري، وتوقيته 6 دقائق 16 ثانية و26 جزءا من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، ما زلنا متواجدين.